فكان هناك رجل يعني ذو شأن، يعني اعتبروا رئيس عندكم خلاص الشيخ. نعم. فدخل عليه عالم من علماء البلد وقال: اسمع، أنا أحذرك، احذر من فرقة ضالة مضلة هي الفرقة الوهابية. وما يقصد الفرقة، في فرقة ضالة أصلا، لكن هو يقصد من أتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فقال العالم، عالم هذا عنده حكمة، قال لهذا الرئيس، قال: هل تعرفهم؟ قال: لا، أنا ما أعرفهم، لكن أنا حذرني بعض الناس منهم وأريد أحذرك منهم حتى لا تقع فيما وقعوا فيه. قال: اسمع، الوهابية أنا وأنت. قال: إيش؟ قال: الوهابية أنا وأنت، كل من يعلم الناس التوحيد ويدعو إلى التوحيد ويعمل بالتوحيد يقال عنه وهابي. قال: عرفته؟ قال: جزاك الله خيرا. كان رجل يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويكفره رحمه الله، فجاء إليه رجل وأخذ كتاب التوحيد وقطع إيش؟ الغلاف. الغلاف مكتوب عليه محمد بن عبد الوهاب، وتعرف اليوم في بعض الدول يكتب محمد بن سليمان التميمي، خاصة عندكم. نعم، ممكن يكتب محمد بن سليمان التميمي، هو نسب إلى أبي، نسب إلى جدي، ما في فرق. المهم قطع الورقة الصفحة الأولى مقدمة وأعطى الكتاب، قال: أريد تدرس لي هذا الكتاب. قال: أعطيني 3 أيام. أعطاه 3 أيام، بعد 3 أيام التقى، قال: والله هذا من أحسن ما قرأت، هذا الكتاب يشبه كذا كأنه من صحيح البخاري وكذا. قال: هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقلنا سوف ترى جل غبار أفرس ركبت أم حمار. تمام. نعم نعم الشيخ، وين الفوائد؟ ها الشيخ وانت واقف، اوقف. اصلا الذي لا يفرح بدرس التوحيد هذا يعني فيه نظر. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. لابد تفرح بدرس التوحيد وتصدع بالتوحيد وتدعو إلى التوحيد، مفهوم؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا وقال: يا أيها الناس اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، صح؟ قالوا له: تبا لك لهذا جمعت، عليه الصلاة والسلام. ترك التوحيد؟ ها؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والدعوة للتوحيد؟ إذن لابد ندعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، بالإخلاص والعلم الشرعي والحكمة، معرفة حال المدعو والصبر. بارك الله فيك. نعم غيره. نعم يا أخي. الدعوة انقسم الناس في الدعوة إلى الله لطرفين وسط، قسم لا يدعو، قسم يدعو بجهل، وقسم لا يدعو إلا ما يثق فيه 100%. تمام غير. ها، كل باب من باب الثالث بعد كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضد، ومن تحقيق التوحيد الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. وعندما جاء بتفسير التوحيد، لماذا جاء بتفسير التوحيد؟ يا إخواننا، لماذا جاء بباب تفسير التوحيد؟ أراد أن يفسر لك التوحيد ويظهر لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه ولا بد من تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه. غيره. كيف نخاف من الشرك؟ كيف نخاف؟ سبحان الله، ما تخافوا من الشرك؟ نعم يا أخي، بدراسة التوحيد، بدراسة الشرك، بالدعاء، بالبعد عن المشركين، البراءة من الشرك وأهله. تمام. غيره غيره، ماذا أخذنا؟ ها يا أخي، وش بك خايف كذا؟ ارفع يدك. انا يا اخواننا، انت قل لي اول الكلام، انا اقول لك كل شيء الباقي، مو مشكله. يعني شيخنا الشيخ حيد حفظه الله قال: لا تحرج الطلاب، هذول طلاب المدينه وما يمكن تؤذي اهل المدينه، تحرجهم وكذا. اذا وقفت طالب حتى لو ما تكلم، تكلم انت، مفهوم؟ شيخنا الشيخ حيد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمري على طاعته يا رب. نعم.
نعم الطاغوت من أحسن ما قيل فيه ما جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى: ما تجاوز بالعبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. نفسر التوحيد الآن، القسم الثاني تفسير التوحيد، إظهار التوحيد، تبيين التوحيد. لكن فسر التوحيد بضده، هو أراد أن يفسر التوحيد وقال خذ تفسير التوحيد من هذا الباب إلى نهاية الكتاب، لكن هو رحمه الله فسر التوحيد بضده، وبضدها تتبين الأشياء، وذكر أنواع الشرك الأكبر. من يذكر لي أنواع الشرك الأكبر؟ أنواع الشرك الأكبر قلنا الآن، يقول هذا، يقول لازم نحذر من الشرك بمعرفة الشرك. طيب ما هو الشرك الأكبر؟ إذا كنت لا تعرف الشرك الأكبر ممكن تكون واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري. ما شاء الله. نعم، الأول الشرك في الدعاء، شرك في ماذا؟ في الدعاء. والثاني الشرك في المحبة، والثالث الشرك في الطاعة، والرابع الشرك في النية والإرادة والقصد. هذه إيش؟ أنواع الشرك الأكبر. أخذنا في الأصول الثلاثة أقسام الدعاء، من يذكرها لي؟ ما شاء الله. نعم شيخ عمر، أوقف. شرك دعاء عبادة، صرف لغير الله شرك أكبر من صلى وصام وحج لغير الله. والثاني دعاء مسألة، ينقسم إلى قسمين: فيما لا أقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، فيما أقدر عليه المخلوق صح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب، ومثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. قلنا لكم تسير على طريقة واحدة، الآن اللي ذكرناه في الأصول الثلاثة نذكره هنا ويسهل علينا، بعد كذا في الواسطية أسهل، بعد كذا في المنهج السالكين ولا في بلوغ المرام تمشي على نفس الطريقة، على نفس التعريفات، على نفس التقسيمات، يسهل عليك الأمر بإذن الله. إذن أراد أن يبين لك الشرك في ماذا؟ في الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر من صلى وصام وحج لغير الله. دعاء المسألة دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. تمام. بعد هذا سنذكر أي شرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوان دحين ذكرنا الأول الشرك في الدعاء، الثاني الشرك في إيش؟ في المحبة، وفقك الله لما أحب. المحبة أقسام المحبة، تنقسم المحبة إلى محبة مع الله، محبة مع الله شرك أكبر. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، محبة مساوية، أو يحب الند أكثر من حب الله، ويحب الند ولا يحب الله، هذا أعظم الشرك. هذا القسم إيش؟ الأول شرك أكبر، محبة مع الله، تحب الله ولا تحب أحد مع الله، مفهوم؟ طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين وكذا؟ قال: ما أحببناهم إلا لأن الله أمر بمحبتهم، ولا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله، مفهوم؟ هذا إيش الأول؟ شرك أكبر، محبة مع الله. الثاني محبة طبيعية لا يلام عليها العبد، محبة الولد والوالد والزوجة، وهذا قال أحب غينة بيساو، وقل أحب غينيا أو غينيا بيساو، ما في إشكال، بشرط لا تقدم على محبة الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صح؟ ما في إشكال، محبة طبيعية، تحب غينية ما في مشكلة، خلاص الشيخ؟ تمام. الثالث محبة في الله، هذه واجبة بل هي من أوثق عرى الإيمان. تحب من؟ في الله. من أحب في الله؟ باختصار تحب في الله أربع أشياء: العمل والعامل والأزمنة والأمكنة التي يحبها الله. العمل كل ما جاءت به الشريعة، ويتقدم هذا التوحيد. العامل كل من عمل بالشريعة، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله عليهم، الملائكة، الصالحين، كل موحد. تمام. أزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى: ثلث الليل الآخر، رمضان، عشر من ذو الحجة مثلا. أمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى: مكة، المدينة، جبل أحد، المساجد، مفهوم؟ من تبغض في الله؟ أعطيني إيش؟ جوال، آيفون، أغلق، أغلق، إذا آيفون أغلقه، هذا مو آيفون،
هات الشيء جزاك الله ايش هو؟ خلي عندك، لا هذا عندك، هذا لك. نعم معليش نريد انضبط الدرس قليلا. ايش الان؟ من نبغض في الله عمل وعامل وازمنه وامكن. عمل كل ما حرم الله وتقدم هذا شرك المعاصي، طيب. والثاني عامل كل من عمل اهل الشرك واهل النفاق، صحيح تمام. ازمنه يحتفل بالكفر، عيد راس السنه وعيد الكريسماس وعيد الحب وعيد المهم وغيره. الرابع امكنه يحتفل بها كفار، اماكن اللهو والمعاصي الاسواق، نعم صح تمام. ولهذا الطلاب العلم ما يقتل الاسواق، صح؟ اي نعم، ما يمكن الطلاب العلم يقتل الاسواق، تمام. ممكن يشتري عن طريق ايش؟ المواقع ارتاح، ولا يذهب الى السوق طالب العلم، افضل او لا افضل؟ اي نعم الحمد لله. طيب اذن عمل وعامل وازمنه وامكنه. اعيد مره ثانيه، من يعيد لي اقسام المحبه؟ ثلاث اقسام. اقسام المحبه، هيا الشيخ اوقف. الاول محبه مع الله شرك اكبر، تحب الله ولا تحب احد مع الله. الثاني محبه طبيعيه جائزه لا لم على العبد، محبه الولد الوالد الزوجه، قال احب اندونيسيا ولا ماليزيا ولا جاكرتا، قال ما هو مشكله، بشرط لا يقدمها على محبه الله، انما اموالكم واولادكم فتنه. الثالث محبه في الله واجبه، بل هي من اوثق عرى الايمان، من يحب في الله العمل والعامل والازمنه والامكنه، تمام. الثالث الان هذا الشرك في المحبه، وفقك الله لما احب، عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه قربه، حسبي من الحب اني لما تحب احب. يقول ابن القيم رحمه الله الاعمال كلها مبناها على المحبه، تمام. الثالث الشرك في الطاعه، اتخذوا احبارهم علماءهم، رهبانهم عبادا، اربابا يعني شرك في الطاعه، قدموا طاعه هؤلاء على طاعه الله، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، الطاعه في المعروف شرك في الطاعه. الرابع الشرك في النية والإرادة والقصد. طيب لأنه ينوي مثلا بالعبادة غير الله سبحانه وتعالى وغيره، هذه أنواع الشرك الأكبر. بعد هذا ذكر لنا باب مهم من الأبواب التي سأذكرها في القسم الثاني، وبإذن الله نكملها بعد صلاة العشاء. ست دقائق سبع دقائق فيها بركة إن شاء الله. أخذنا في الأصول الثلاثة أن مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: أن يكون الطلب من حي لا ميت، وحاضر لا غائب، وقادر لا عاجز، وتعتقد أنه سبب. أقول لهذا عني في حمل الطاولة، يصح ننظر شروط أربعة انطبقت الحمد لله وإلا شرك. يقول اشفع لي حتى أقبل في الجامعة، حي وحاضر وقادر، تعتقد أنه سبب، مفهوم؟ فلان غرق في البحر ينادي هذا عن الشاطئ، يقول يا فلان اغثني اغاثك الله، يصح إذا توفرت الشروط الأربعة، مفهوم؟ تمام. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله باب مهم جدا، باب التبرك. التبرك باختصار ينقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع. المشروع يكون إما بأمر شرعي أو بأمر حسي، وإذا لم يثبت في الشيء شيئا لا حسا ولا شرعا ينتقل من مشروع إلى تبرك ممنوع. والتبرك الممنوع شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر، بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يقول أنا أتبرك بقراءة القرآن، كيف تتبرك بقراءة القرآن؟ قال قراءة القرآن بركة، الحرف الواحد بعشر حسنات إلى 700 ضعف. وأتبرك بالتدبر بالقرآن، أنظر في تفسير القرآن، وأتبرك بالعمل بالقرآن، أنا أعمل بالقرآن إن شاء الله الإعانة. وماذا؟ قال أتداوب القرآن، لأن التداوب القرآن بركة، يصح هذا تبرك مشروع. وهذا الأخ قال يا أخي نحن نصلي إن شاء الله العشاء في المسجد النبوي، ليش ما نصلي في هذا المسجد؟ قال لأن الصلاة في المسجد النبوي إيش؟ بركة. نقول إذن نصلي العشاء ونرجع، تمام صح تمام، تبرك. وهذا يقول أنا إذا ذهبت إلى مكة أحرص أن أصلي في المسجد الحرام، لماذا؟ قال لأن الصلاة في المسجد الحرام بركة. وهذا قال والله أنا كنت أدعو قبل أن أتي إلى المدينة، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني سكن المدينة، لماذا يا أخي؟ قال سكن المدينة بركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة، ومن استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، مفهوم؟
تمام، ذرية إبراهيم ذرية مباركة، وباركنا عليه وعلى إسحاق، أرض فلسطين أرض مباركة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا يقول الجامعة الإسلامية والله جامعة مباركة، بارك الله فيها، انتفع الطلاب وانتشر، نحن شعرنا بهذه البركة، بركة محسوسة. قال علم الأئمة الأربعة، نعم، كتب ابن القيم، كتب شيخ الإسلام، كتب الأئمة الأربعة، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتب مباركة، صح، تبرك محسوس. إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا، ينتقل من مشروع إلى ها بركاتك يا سيدنا الشيخ، يصح تمسح بالمشايخ، يصح ها ما يصح، تبرك ممنوع، التمسح بجدران هذا المسجد يصح، تبرك ممنوع، التمسح بجدران الكعبة ها، تمسح بجدران الكعبة ممنوع، التمسح بالحجر الأسود، نعم أوقف، هذا من غير يقول ممنوع، والله ممنوع، أوقف، ليش ممنوع؟ يقول إيش تمسح، نحن ما نتمسح بالأحجار ولا نعبد الأحجار، أنت إذا تقبل الحجر الأسود تقبل أنه حجر لا يضر ولا ينفع اعتقادك هذا، أما تتمسح فيه وتمسح على أولادك وتأخذ الملابس وتمسحها، قال هذا الشرك أصغر وقد يصل الأكبر، اتقوا الله عباد الله، تمام؟ أي نعم. طيب التمسح بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم آه. ما حكمه؟ تمسح بالحجرة النبوية ها؟ ممنوع، شرك أصغر وقد يصل الأكبر، التمسح بتربة أحد، مو هذا، وهم سافر إلى غينيا اتصل عليه أحد أقربائه وقال الله يرضى عنك يا شيخ أريد قليل من تربة أحد، ليش؟ قال أضعها في قبري، لماذا يا أخي؟ هذا يقول هذا تبرك ممنوع، هذا شرك أصغر، أحد لا يغني عن أحد شيئا، ولو كان يغني عن أحد شيئا لأغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، شج النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد، حجر جبل نحبنا ونحبه لكن لا نتمسح فيه، مفهوم الشيخ؟ ممنوع، لا تخاف، إذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا تبرك إيش؟ ممنوع. موعدنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، والله أعلم.